هذه الأرض المنطقة اللي هي فيها اسمها وادي الغروس، مساحتها 9 دونمات، مزروعة باللوز والعنب والتين، وموجود الأثار، بس أجوا المستوطنين دملوا وحطوا فيها أحجار وحطوا فيها زبالة، فهم علي؟ ويعني هذا الإشي بده مادة اللي تقيم الخمة وناس توقف معنا، وإحنا مش قادرين بالعربي يعني، وبدنا من الجهات المعنية من الحكومة من الدولة توقف معنا وتساعدنا برضو. هذا احنا اللي بدنا اياه يعني. والله بيجي نقلوا يا شيخ، بدي في الليل بنقلوا بيجيبوها، واحنا واحد هو فكرك مش قادر اوقف يعني، انت شايف ما بيقدرش يكلم حدا، انت شايف شو بدنا نقول لك. هذا احنا كيف قديش لها المزبره، والله يا سيدي والله ما حسيت. هذه الأرض إحنا كنا نسكن فيها وعايشين منها، من نش نش يعني نسكن فيها من شهر 6 نضل 10 10 و11، وإحنا فيها نعمل منها دبس وطبيخ وملبن وعايشين منها يعني، وعندنا اكتفاء ذاتي والحمد لله. بس بدي أقول لك يعني مع المستوطنين كثر ما غلبون وعجبوا فعلياً، فاهم كيف؟ الإنسان يعني مش قادر شو بده يسوي يعني، مش عارف. هذا الوطن خلقنا فيه، أنا ولدت فيها الأرض هذه، أنا مواليد 52 وولدت فيها، ومحل ما ولدت في سيرة وهدوها اليهود من كثر ما بحوسوا فيها، فاهم كيف؟ أنا ولدت فيها والحمد لله يعني. إحنا هذه الأرض يعني خط أحمر. هم شباب.